الوصفة اللي هي خبز بالبطاطا. عندي هون 500 جرام طحين. بسم الله. طبعا يكون منخول. راح احط فيه، انا فكرت يعني مثل ما تعودتوا على حورية في وصفات في برامج اللي فاتت، وان شاء الله في البرنامج هذا كمان، اني فيه بعمل شغلات وبدخل فيها شغلات غريبة، لاني حابة انه نستفيد من الخضار ومن الفواكه ومن كل شيء، وكل شيء طبيعي ومعمول في البيت له فايده اكثر. فهذا هو هدفي من هالوصفات اللي بتمنى انكم تجربوها وتعملوها وان شاء الله راح تنجحوا فيها. فاليوم عملته على بطاطا، فكرت في الاولاد وفي اللي بيحبوا البطاطا انه طريقه كمان نوكلهم البطاطا بهالطريقه بدل ما ياكلوها دائما مقليه او شيء. وبعدين والله انه من اروع ما يكون، صحيح تعودتوا على هالكلمه بس عن جد كثير طيب هالخبز، راح تشوفوه في شكله النهائي وحتى لما تجربوه من أروع ما يكون. عندي هون 500 جرام طحين، 400 جرام بطاطا مسلوقة وهيك مهروسة، يعني أنا مطحونة مثل ما أنتم شايفينها. راح أحط معها ملعقة كبيرة ملح، بسم الله، ملعقة كبيرة سكر. السكر ضروري في الخبز، مش يعطيه الحلاوة، لأنه مغرف ملعقة كبيرة ما راح تعمل الفرق أنه راح تكون حلو أو مالح، بس أنه تساعد الخميرة على التفاعل تاعها، على أنه تقوم بالدور تاعها على التخمير بأكمل وجه، وتعطي لمعان كمان للخبز، خصوصا للخبز. هون أنا راح أخلط هالمكونات مع بعض، بعدين نضيف الخميرة ونضيف البيض بعد ما خفقه خفيف بس بشوكة، ونضيف الزبدة شوي شوي مع العجن. بسم الله. وما تفكروا اني ناسيه المي، انا المي مش ناسيتها. العجينه هذه ما فيهاش مي، فيها بيض، يعني السوائل اللي راح نعتبره سوائل البيض والزبده، مع انه مش دايبه، تكون طريه بحراره درجه الغرفه. ولاحظتوا انا استعملت باش نخلط هالمكونات لانها راهي جافه وهيك، وهون سهله كمان، استعملت طبعا ورشيت حالي كمان بالطحين استعملت هاي اسمها لاباليت، هاي اللي على شكل كا، راح اغيرها وراح احط هاي الكروشيت على اللي نعجن بها، لانه راح نبدا نضيف السوائل، وفي هالمرحله العجينه تجمد شوي، بدنا الشغله اللي خاصه بها اللي هي الكروشي هذا اللي خاص بالعجين او بعجن العجين. راح ضيف عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز الفورية، هاي أنا بتمنى أنك تقرب لي هون بس نوريهم القوام تاعها. هالنوع من الخميرة لالوفور انستونتاني، يعني هاي النوع من الخميرة اللي ما يحتاج أنه ندوبه في المي، نخمره في المي، بيجي على طول مع المكونات الجافة، فراح ضيفه. ليش اسمها حتى فورية بالعربي أو مكتوبة انستنت، هاي لالوفور انستونتاني أو الخميرة الفورية؟ ليش؟ لأنه تنحط على طول، تنضاف المكونات الجافة من غير ما تتذوب في المي. هذا الأفونتاج، يعني هذا الشغلة الحلوة فيها. فيه نوع تاني بيجي على حبيبات أكبر، هاي بنذوبها في المي ضروري. راح أخلط بس خلطة شوي، ونزيد الحبتين تاع البيض اللي شايفيني خفقتهم بس بالشوكة، نزيدهم وطبعا مع العجن. نبدا نضيف في الزبده شوي شوي، راح اضيفها مع العجن كمان، وراح تشوفوا تعطيني كاني حطيت مي او شيء،
وطبعا بدها 10 دقائق عجن، بين 8 ل 10 دقائق. يعني راح نوريها لكم لما نبلش، لما تكون عجينه في الاول كيف يكون القوام تاعها والشكل تاعها، كيف يكون اللاصبي تاعها، هاي الشكل الخارجي تاعها. بعدين لما تنعجن مليح كيف يتبدل ويكون الملمس تاعها، هيك ملمس مثل المخمل اللي بيكون ناعم. فهذا هو الفرق بين العجينه المعجونه مليح ولا لا. هاي نبهت عليك وراح ضمني يقولها في كل الحلقات وفي كل مرة تكون عندي بشتغل بهالماكينات، توقفوها مرة على مرة أيا كان الخليط اللي حاطينه هون، وتجوا تخلطوا وتتأكدوا إنه كل المكونات مندمجة مع بعضها بهالطريقة. ونرجع نواصل العجن تاعنا مع إضافة الزبدة الطرية. أنا هون وقفت لأنه بدها عجن 10 دقائق، مثل ما قلت لكم من 8 ل 10 دقائق، فراح نعجنها ونوريها لكم بعدين. لما بدي بس نوريكم هلا وهي مش معجونة مليح، يعني القوام تاعها، لا تكستشر تاعها، شايفين كيف مفرقة وكيف عاملة. راح نوريها لكم إن شاء الله بعد ما تمر الفترة اللي قلت لكم عليها بين 8 ل 10 دقائق، كيف راح يتغير القوام تاعها والملمس تاعها، ونشكلها بعدين طبعا قدامكم. عشر دقائق، بتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار النصيحه انها تنعجن مليح العجينه. وخبرتكم انه وريتها لكم في الاول كيف كان القوام تاعها، وشوفوا هلا القوام تاعها بعد ما تنعجن، شوفوا الملمس تاعها ما شاء الله وقوامها كمان. العجينة دايما نحميها وإحنا بنشكل فيها، خصوصا لأن راح أخذ وقتي وأنا مثلا أعمل أشكال، فبتغطوها. وطبعا لما تختمر بدنا نختمر كمان بدنا نغطيها. راح أعمل